رسميا هي الفرق يلي راح يلعب امامها قطبي اسبانيا برشلونه وريال مدريد في دور المجموعات في بطوله دوري ابطال اوروبا بنظامها الجديد والحديث. كل فريق راح يلعب امام 8 فرق مختلفه، 4 مباريات على ارضه و4 مباريات خارج ارضه. نبدا بنادي ريال مدريد يلي راح يلعب 4 مواجهات في ملعب سانتياغو برنابيو امام دورتموند، ميلان، سالزبورغ وشتوتغارت، و4 مباريات خارج ارضه امام ليفربول، أتلانتا، ليل وبريست. أما بالنسبة لنادي برشلونة يلي راح يلعب على أرضه وبين جمهوره 4 مباريات أمام بايرن ميونخ الغريم التقليدي واللدود، وأتلانتا، يونغ بويز وبريست، و4 مباريات خارج الديار أمام بروسيا دورتموند، بنفيكا، زفيدا وموناكو. برأيكم من الأقرب لتحقيق اللقب لهذه النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد أم برشلونة؟ وشو رأيكم بالقرعة؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم، وتحياتي لكم.